السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي المغاربة والمغربيات، بمناسبة عيد العرش أي ذكرى تولي المعتوه محمد السادس الحكم في المغرب بعد وفاة المجرم الحسن الثاني، حيث تتجسد الخيانة الكبرى لهذا الوطن. فإذا أسندت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة، أي ساعة نهاية هذا النظام الإجرامي الهمجي الحيواني وتأسيس الجمهورية المغربية. أجدد بيعتي للشعب المغربي وأخلع بيعة لم أقم بها ولم يبايع أجدادي بهذه البيعة، بل هي ظلما وبهتانا وعدوانا من قبل القصر الملكي الذي زور التاريخ لصالحه. لكي أسهل على المخابرات المغربية الدموية الإرهابية والتي لها تاريخ دموي طويل في قتل الشرفاء وملاحقتهم داخل المغرب وخارجه، سأعرف بنفسي أولا. اسمي الكامل هو أحمد فنان، من مواليد سنة 1973 بالسوالم إقليم برشيد، حاصل على الإجازة في الفيزياء سنة 2001، بطاقتي الوطنية رقم WA 62635. بلا ما تبقاو تقلبوا عليا، أنا عطيتكم شكون أنا، بلا ما رقم مشيت وسولتو في المنطقة اللي كنت كنعيش فيها وسولتو كل شيء، ياك أنا غنزيدكم نعطيكم، لا تلفى لكم شي حاجة نعطيها لكم. منذ سنة 2001 إلى سنة 2014 حين شملني الله بألطافه وخرجت من السجن الكبير المسمى المغرب على وزن أبو غريب، وأنا أحاول جاهدا دراسة الماستر يعني السلك الثالث، لكن النظام المجرم المغربي أبى إلا أن يمنعني من الدراسة والعمل. يعني بقيت مشرد من 2001 حتى لدابا، وخا أنا 40 عام كله دوزت تشرد في ذاك البلاد وحبس يعني في أبو المغرب على وزن أبو غريب. يعني ملي خدينا لا ليسونس ما خلاوك دير حتى شي حاجة، ما تقرا ما دير حتى شي حاجة، يقراو غا ولادهم حيت مكلخين ومعسوهين. موضوع اليوم ليس أحمد فنان الملقب بأطلس في الفيديوهات التي يتم نشرها دائما على اليوتيوب. الموضوع اليوم هو الخطاب الملكي السامي التشاركي المندمج والتاريخي بين قوسين لصاحب الدجاجة محمد السادس. أصبح محمد السادس يعني يظهر هرولة واضحة نحو الوراء باستعمال مصطلحات أتحداه هو ومن كتب له الخطاب أن يفهموا معناها. المندمج التشاركي التشاركية المندمجة يعني إلى غير ذلك. يوم 30 يوليوز 1999 ذكرى الخيانة العظمى التي بدأها المعتوه رشيد ومولاهم هشام، هذا الذي يقول بأنه يريد إصلاحا لهذا البلد كما قال الشهيد باها، اللي باغين الإصلاح ما باغينش الملكية. فتم قتله من طرف المجرم الحموشي الخادم المطيع الراكع الساجد المنبطح لصاحب الدجاجة أبو قريعة، أو كما يحلو لبعض الناس أن يسموه أبو حريرة الدكتاتوري. ثم تولى عدد كبير من الخونة البيعة وعلى رأسهم بالكيدار وحسن بن سليمان وآخرون، يعني كلهم ترددوا على خيانة ديال هذا الشعب. وجرت العادة أن يخطب علينا المجرم محمد السادس كل سنة بهذه المناسبة ليكذب علينا كالعادة، يخدر الشعب المفقر المجوع والمكلخ لإطالة حياة هذا النظام. لكن هيهات، ومن يقول أنني لست مغربي بجزائري بوليزاريو إسرائيل، كنت سأكون فخورا بذلك لو كنت مواطنا لأحد هذه الدول. فرؤساء هذه الدول لا يسرقون مثل محمد السادس، ولم يجعلوا بلدانهم أوكارا للدعارة كما فعل محمد السادس. المغرب يا إخواني اليوم يحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث السياحة الجنسية، والمغرب الآن أول دولة في العالم في تصدير العاهرات، وذلك بفضل السياسة اللارشيدة لملككم المجرم محمد السادس. أقول العياشة أنتم خونة تكرهون المغرب والمغاربة، وبزاف عليكم أن تكونوا أن تجردونني من هويتي المغربية، لكن جنسيتي كمغربي
فأنا قد تنازلت عليها فعلا لكوني شعاري هو الله الوطن الشعب وليس المونيك. عاش الشعب عاش الشعب عاش الشعب. أنا الجنسية ديالي هي الجمهورية المغربية الديمقراطية وليس المملكة المغربية. في هذا الخطاب التضليلي أبرز محمد السادس تهربه من المسؤولية. إنه تجسيد واضح للهروب إلى الوراء، وذلك عن طريق التحدث عن الهجرة من القرية إلى المدينة. محمد السادس لا يزال يعيش في السبعينات لأنه لا يجيد السياسة، مسكين مقعريش، ولا يتقن اللغة العربية، ولا يقرأ ما كتبه له قبل الخطاب غير كور وعطي العور. لغة الأرقام الذي لمحمد السادس جابها 12 مليون مغربي مهمش، 29 ألف دوار مهمش، 20 ألف مشروع مجمد، 12 مليون شخص دولة داخل دولة، ممكن تكون دولة وتكون أكثر غنى وتقدما من السويد بالنظر لغصوص اللي موجود فيها. Yes, we have a lot of resources in Morocco. 12 مليون حاملي شواهد وأطر وتقنيين وناس قادرين على العمل. همشهم النظام الملكي. الأرقام ليست حقيقية 100%، بل منقوص منها، لا تمثل حتى 50% من الأرقام الحقيقية. الذي يشتغل ببلدية أو جماعة ب 1500 درهم في الشهر حتى هو مهمش. الهجرة من القرية إلى المدينة كانت في السبعينات، اليوم نرى العكس، لكن محمد السادس out of date or outdated. اليوم البناء العشوائي أصبح يعني كيقوموا به القصر وكيديروا هاد الناس اللي تابعين للدولة والمقدمية والشيوخ، وهاد الشيء راه كيشتت أن المغاربة ولاو كيجيو من المدينة البادية ماشي العكس. تنظيم داعش بمساهمة من محمد السادس لإفشال الثورة في سوريا. المغاربة ينتظرون أكثر من خطاب. ارحل أيها المجرم، ارحل يا محمد السادس، وإلا فسوف ترحل.